بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الذي بعث معلما، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسعادة رئيس حفلة المسابقة الثقافية السنوية، وأساتذة الأجلة، والضيوف الأعزاء، وأخواتي وإخواني في درب العلم والمعرفة، أولا أهيئكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، لقد غمرني الفرح والسرور بأني قمت أمامكم لألقي خطبة وجيزة حول الموضوع واجبات الطلاب نحو المعلم. أيها المستمعون الكرام، لقد رفع الإسلام مكانة المعلم ومنزلته وعلى قدره على البشرية، فقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بأفضليتهم، فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحد وافر. أيها السادة، إن قدر المعلم تزيد على قيمة الملوك والرؤساء، فقد قيل: كاد المعلم أن يكون رسولا. أيها الإخوان والأخوات في درب العلم، علينا واجبات كثيرة نحو المعلم، ومنها احترام المعلم احتراما وافرا، والاستماع إلى نصائحه، ومنها الالتزام بحضور الحصص الدراسية والانتباه للشرح. ومن واجباتنا نحو المعلم القيام بكل المسؤوليات التي يقوم المعلم بإتمامها، ومنها أن ننظر إليه نظرة القدوة الحسنة. أيها الحاضرون الكرام، وكذلك كثير من الواجبات علينا أن نوديها نحو المعلم. وأخيرا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا بأداء هذه الواجبات بقدر استطاعتنا. أكتفي على هذا، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.